وينضم الينا عبر الهاتف المستشار رضا صقر مساعد رئيس حزب الاتحاد. برحب بحضرتك سياده المستشار، وعايز اعرف من حضرتك يعني وجهه نظرك في هذا التدخل الذي يحدث من البرلمان الاوروبي في الشان الداخلي المصري. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين، انا رئيس حزب الاتحاد. اهلا بحضرتك يا فندم رئيس حزب الاتحاد. طبعا عفوا، اهلا بيك. طبعا حزب الاتحاد والشعب المصري كله بيستنكر بيان البرلمان الاوروبي، واحنا بنرفض الاستقواء بالخارج. ايضا هذا البرلمان، هذا البيان الصادر من البرلمان بشان الانتخابات الرئاسيه، ده تدخل سافر في شؤون الدوله المصريه. والبرلمان الاوروبي دايما بيستند الى تقارير من المنظمات الحقوقيه المعروف تاريخها العدائي المصري. وهذا البيان بيتنافى مع كل الاعراف والقوانين الدوليه، لانك بتتكلم عن دوله لها سياده ودوله مستقله، فانت بتتدخل في شؤون دوله زي مصر، فهذا التدخل بيخالف كل القوانين الدوليه. ايضا خلينا نقول كلام من يدعوا المعارضه الموجوده، وهم انا بتكلم على، انا يعني كان نفسي يبقى عندي معارضه وطنيه، ولكن هي معارضه خاينه، ممارسات المحسوبين على المعارضه اللي بيقوموا بالاستقواء بالخارج ضد بلدهم من اجل ان البرلمان يصدر قرارات قايمه على ادعاءات ملهاش اصل من الواقع ولا الحقيقه ولا تمت الى الواقع بالصله، وانهم بيتعرضوا لبعض المضايقات والانتهاكات عشان خاطر يزيفوا الحقائق ويوصلوا للعالم الخارجي انه الدوله المصريه لا تمارس الديمقراطيه، الدوله المصريه لا تجري انتخابات رئاسيه في ظل اشراف قضائي نزيه، لا تجري انتخابات رئاسيه في ظل هيئه وطنيه تشرف على هذه العمليه الانتخابيه. كل هذه الامور بيحاولوا ان يزيفوا الحقيقه والواقع ويوصلوا للمنظمات المشبوهه التي تمول الارهاب وتمول القنوات التي تعادي مصر والمنصات التي تهاجم مصر، بيحاولوا يوصلوا لهم ان هم مضطهدين داخل الدوله المصريه، وده غير حقيقي، لانه انت عندك يمكن كان من يومين كان في عندنا مؤتمرات لعدد اثنين مرشحين في احدى الفنادق. نعم. بيتكلموا وبيعرضوا برامجهم وهجموا الدوله المصريه وهجموا بعض قرارات الحكومه وهجموا اشياء كثيره، ولا احد تدخل، ولديهم حريه كامله في عرض برامجهم الانتخابيه وحريه كامله في اللي بيتجول في الشارع وفي المحافظات والناس بتتفلوا. وايضا في الشهر العقاري توجهوا وحصلوا على التوكيلات اللازمه، وهناك احدى المرشحات كانت في البرلمان لتحصل على توقعات النواب. اذا الامور ماشيه في مسارها الطبيعي، وانتخابات رئاسيه ماشيه طبقا للقانون والدستور المصري. اذا النهارده اي استقواء بالخارج ده مخالف لكل الاعراف القانونيه والدستوريه في شؤون دوله مصرية قوية مستقلة. خد بال حضرتك انه النهاردة مصر طبعا الدولة الوحيدة اللي واقفة في المنطقة على رجليها، الدولة الوحيدة اللي في ظل كل التحديات اللي موجودة في العالم كله بتعمل تنمية شاملة مستدامة في كافة مجالات التنمية، من صناعة وزراعة ومشاريع في شرق وغرب وشمال مصر، تعمير سينا، العالمين الجديد، المدينة الجديدة، العاصمة الإدارية، كل هذه الأمور وأنت بتتجه نحو جمهورية جديدة بفكر جديد، نحو عقد جديد قائم على إصلاح ما تم إفساده في الماضي والتوجه إلى المستقبل بمشاريع تنمية والعمل الدؤوب، كل هذه الأمور وفي ظل تضخم الاسعار والضغط على المواطن المصري اللي بيتحمل وما زال يتحمل وسيتحمل من اجل دولته المصريه ومن اجل الوطن، لان الوطن ده شيء غالي. انت شايف دول مواطنيها تشردوا ولاجئين في دول اخرى، ومأساة
فانت النهارده مستقل داخل وطنك، اي نعم عندك تحديات، ده امر طبيعي لان العالم كله عنده التحديات مش انت بس، وانت جزء من هذا العالم، ولكن في دولتك وحكومتك بتسعى الى تخفيف هذه الاعباء وتخفيف هذه المعاناه بكافه المشاريع اللي بتعملها طبعا. ولكن عندك تعداد سكاني بيعكسك شويه، ولكن انت صامت كدوله مصريه، صامت كشعب مصري. كل هذه الامور بتجعل كل المنصات وكل الاتحادات الاوروبيه وكل المنظمات الحقوقيه بتهاجم الدوله المصريه، لان دي يعني انا عايز اقول لك ان دي دول بتدفع فلوس على المواضيع دي، ده منظمات عالميه بتدفع فلوس عشان توقع الدوله المصريه وتقسمها وتخربها وتقلبها فوضى، وبعدين حلوا مشاكلكم بقى. والنهارده الحروب زي ما انت عارف حضرتك ما بقتش حروب بالسلاح، الحروب بقت داخليه، يبث الفتنه داخل الدوله المصريه ويشككك في حكومتك ويشككك في هويتك ووطنيتك ودولتك ويشككك في المشاريع العملاقه، يقلبها الى يعني انت ليه بتعمل مشاريع، انت ليه بتعمل مدن جديده، انت ليه بتعمل كباري، احنا عايزين ناكل، يقلبها لمواضيع بسيطه ومواضيع ملفقه. فبالتالي بيخرج الـ 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 الامور الحقيقيه والمشاريع الحقيقيه عن مسارها التنموي الحقيقي. فده مخطط معمول زي ما كانوا بيطلعوا زمان اشاعات ما بين المدني والعسكري، ويقول لك عايزين حكم مدني وعايزين كلها، احنا ما عندناش ده، احنا عندنا لحمه وطنيه. انت بعد 67 في 73 ما كانش في حاجه اسمها مدني وعسكري، كان في حاجه اسمها الشعب المصري عايز يسترد كرامته، يسترد طاره من النكسه والعدو اللي اعتدى عليه وخد ارضه. فكان كل الشعب المصري بكل طوائفه، مسلم مسيحي مدني، كل الشعب المصري هو ده الشعب المصري، الشعب المصري اللي بيجي في 30 يونيو. فانت النهارده كل ده منظمات ودول بتحارب الدولة المصرية علشان تهد هذا الكيان. صحيح سيادة المستشار، فعلا الحقيقة ان دايما الشعب المصري بيكون يعني جبهة موحدة ضد اي تدخلات خارجية او ضد اي عدوان ممكن يأثر على هوية ويعني روح هذا الشعب المعروفة دائما بانها روح الوطنية وروح التماسك اللي موجودة في الشعب المصري من الاف السنين. اشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد على هذه المداخلة.